هل بتشعر انك انت فهمت المرأة اكثر بعد ما كتبت بهذا الصوت؟ اعتقد انه الدرس رقم واحد انه ما فيش راجل ابن يومين صديق ابن يومين كده يزعم لنفسه انه فهم المرأة اكتر. ده اول حاجة. ده الدرس الاولاني. احنا ابراهيم في رأيي احنا عايشين في عوالم متوازية، احنا الرجالة والستات، واحيانا نتقاطع واحيانا نتفاهم، بس اوقات كتير قوي بيبقى دايما رؤيتنا كده للامور مختلفة تماما. فهو اللي انا بقوله لنفسي دايما، وده درس اللي انا بطلع بيه يعني من الروايه، ان انا اسمع ما اتكلمش. وانه المهمه الرئيسيه في رايي للراجل مع وهو بجوار امراه انه يسال ويسمع ويبطل يفتي شويه، مش هيجرى حاجه. يبقى يفتي مع اصحابه بعدين. تعرف ورا كتاب اسمه لماذا يكذب الرجال وتبكي النساء، ففي فصل مهم قوي، لماذا يرفع الرجل غطاء الحمام؟ ده يعني ده فصل شديد الأهمية.